حبايبي نتعرف عليكم. ام يوسف. ام يوسف، زين ام يوسف ليش قلت لك اريد اتعرف عليك وقلت لي ها ام يوسف؟ يعني اللي هو كلمه تتعرف عليك تخوف عندنا بالعراق. ليش؟ زين انا حسيت، تدرين شنو حسيت؟ من قلت لها نتعرف عليك حسيتها بدها تختار منو من ولدها حتى تقول ام منو. لا 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 ام يوسف، ام يونس بكيفك. ام يوسف ليش؟ كم ولد عندك؟ اربعه. الله يحفظهم الك. زين يوسف هو اكبر شخص؟ لا بس انا احب اسم يوسف. تشوفون انا عرفت الدالغه، عرفت السالفه، بدها تختار الابن. ليش ما قلتي الابن الاكبر؟ ابنك الكبير شو اسمه؟ راح تقطعين؟ اللي راح يكره طلعتي. لا لا بس قولي لي، لا لا قولي لي ابنك. حسن. حسن اسم حلو، ايش بيه؟ ليش ما قلتي مو حسن؟ لا والله انت عودتي يقولوا لي يعني ام يوسف ام يوسف. فمشت. يعني دائما يقولوا لك ام يوسف ام يوسف. زين من يقولوا لك ام يوسف حسن ما يضل؟ لا ابد. مو اخوه؟ اي هو صحيح اخوه بس باعتباره انه هو كبير. جاي واحد يجي ببالهم اني مخيره اللي حاكيني باي اسم ما ازعل. يعني انت مو دائما تقولين ام يوسف، مرات ام يوسف، مرات ام حسن، مرات اي واحد هو اللي مقابيلي، اي اسم يجي بباله يقول لي اياه. وانت هسه فكرتي واجى يوسف ببالي. لا ما راح اوقف عند اسم يعني معين انه هذا خلاص قال لي ام فلان انا ليش يقولوا ابني الكبير فلان، لا. زين عادي. زين ام يوسف انا اريد اسالك سؤال تجاوبيني بصراحه. اي تفضلي. بس صراحه صراحه اي واحد تحبين اكثر واحد؟ لا كليتهم سوا. لا لا لا. زين ام يوسف مو هو اي ام عراقيه لازم اكو ابن شالع قلبها وابن مريحها وابن يلبي لها كل طلباتها. شالع قلبها مريحها المحبه وحده. هي المعزه وحده بس انت اكثر ابن مريحك. كبير اعتمادي عليه. اللي اصغر بساعه اللي احس اريد اضحك اريد اسولف اروح يمه. اللي هو يوسف؟ لا حسين. حسين الله يحفظهم. حسن وحسين. اي الله يحفظهم الله يحفظهم. اي اي يعني كل واحد يعني مهمه له. ويوسف اللي من عندك شخ. ها يوسف انت تريدين تكشخين، ليش يوسف احلى واحد؟ لا طبعا 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 قالت طبعا. زين انت ليش قلت لا؟ انا احلى واحد بيهم اصلا. تعال تعال. شنو اسمك؟ يونس. يونس يقول يونس انا احلى واحد. ليش تقولين يوسف احلى واحد؟ يونس احلى واحد. عيونه خضر. ما شاء الله اقول تقول لهم يوسف اثر طلع يوسف عيونه خضر واشقر. زين علي من طلع عيونه خضر؟ هي طفره وراثيه عندنا كل عائله بينا يطلع على جدي وعلى عمتي. يعني اكيد تحبي. لا هذا خلق الله هذا خلق الله. تعال تعال. شنو؟ عيوني زرقاء وانا صغير. يونس يقول انا كانت عيني زرقاء من كنت صغير وهسه كشفت من الشمس. شنو؟ تعال يونس. مولدون شقران وهذا بس بعدين يتغيرون على حسب الأربعين بس يوسف هو اللي بقى ثابت يعني. بس هاي من ضمن الاسئله سؤال هذا كله. لا لحظه لحظه يعني هسه عندك يونس من كان صغير اشقر وعيونه زرق هو على فكره كان عيونه على رمادي. كان لون عيون يونس رمادي وهسه صاروا سود. بالله باو علي باو على الكاميرا دا تشوفون عيونه كان عيونه رمادي. رمادي يعني رصاصي. زين يجوز من تكبر تتغير عينك ترجع؟ لا 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 ما انت يا مرحلة. انا؟ سنة ثانية. يا مرحلة ثانية متوسط. شلونك بالدراسة؟ مو زين. ليش؟ لا لا زين يعني وصلت. ايش طلعت؟ ناجح. احكي الصدق. هسه توك رحت للثاني، انت مالك واهس تقرا؟ لا ليش؟ لا ليش؟ لو يعني مثلا هو ها هو ذكي بس ما له يعني اغلب عندنا بالعراق هنا اذكياء بس هم ملتهين باللعب وهذا. تصميم الفيديوهات يحب تصميم الالعاب. مصمم فيديوهات؟ ايش قد حسابك عالي؟ انا يعني حسابي طار. عالي؟ لا قلت طار. قلت طار يعني هو طار يعني عبالي طار. تعال يا طار. اي باقوا حسابي؟ ايش قد كان حسابك؟ ما 1000 2000 2000 2000